الوهلة الأولى لما تشوف هذا الحيوان راح تفكره كتير لطيف، بس بالواقع هو كتير خطير. خليني أحكي لكم. معكم أدقاوي بجرح وبيداوي. في ناس راح تفكر إنه هذا الحيوان غير حقيقي وهاي الصور برضو غير حقيقية، بس بالواقع هذا الحيوان موجود، واسم هذا الحيوان هو اللورس البطيء. ولا يغرك إنه عيونه حلوين وما إلى ذلك، لأنه في عنده غدد سامة على إيده. فالإشي الغريب اللي بيعمله هذا الحيوان إنه بروح وبيلعق هاي المنطقة السامة موجودة بجسمه لحتى تصير العضة تاعته سامة، والعضة هاي إذا بتعرض لها إنسان راح يصير في معاه حساسية كتير شديدة، وبأسوأ الأحوال راح تروح فيها.